أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال قيادة من تنظيم داعش الإرهابي في كركوك. وذكر إعلام الجهاز في بيان مقتضب أنه تم اعتقال قيادة ما يسمى قاطع الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي في المحافظة. رصد محور تعز العسكري ارتكاب قوات الحوثي 3769 خرقا منذ إعلان الهدنة الأممية بالثاني من أبريل الماضي. وأوضح بيان صادر عن محور تعز العسكري أن خروقات قوات الحوثي أسفرت عن استشهاد 18 جنديا وإصابة 110 آخرين. وأشار البيان إلى أن الخروقات منذ إعلان تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي بلغت 306 خروقات، تنوعت بين قصف واستشهاد واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة، مما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين. اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رايباكوف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ناتو بأنهما يفاقمان الوضع بتشجيعهما لخطط هجمات على الأراضي الروسية في أوكرانيا. وقال ريابكوف إن بلاده لم تقم بتحذيرهم من هذا الأمر فحسب، بل وأرسلت مرارا تحذيرات رسمية إلى واشنطن بصيغة احتجاجات وفي صيغة المحادثات التي تم إجراؤها بهذا الصدد. أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في البلدان الأخرى. وأوضح باتروشيف خلال الاجتماع السنوي 17 لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي أن ما تم الكشف عنه بأوكرانيا هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي منتشرة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم وثائق جديدة حول هذا الموضوع. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تواصل قصفها المستمر على جبهة خاركيف الشمالية الشرقية لتشتيت القوات الأوكرانية ومنعها من شن هجمات مضادة في مناطق أخرى. وقال مسؤول إقليمي أوكرانيا إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 42 آخرون في هجومين روسيين في خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا على مدار اليومين الماضيين. قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية بمنطقة زابوريجيا فلاديمير روغوف إنه تم تعزيز نظام حماية المحطة النووية هناك بسبب محاولة محتملة من قبل الجيش الأوكراني لضرب تلك المنشأة. وأضاف روغوف أنه تم تعزيز نظام الحماية للمحطة النووية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الكشف عن كل التفاصيل حيث يمكن أن توقع أو تقع أي شيء من النظام الأوكراني. من جانبها قالت شركة إنرجواتوم النووية الأوكرانية إن القوات الروسية تعتزم إغلاق وحدات الطاقة العاملة بمحطة زابوريجيا النووية وفصلها عن شبكة الكهرباء الأوكرانية. وفي بيان عبرت الشركة عن اعتقادها بأن روسيا التي تسيطر على المحطة في جنوب أوكرانيا تستعد لاستفزاز على نطاق واسع هناك. We'll be right back.
أكد نائب رئيس إدارة منطقة خرسان كيريل ستريموسوف أن الأمم المتحدة ملزمة بضمان حق السكان المحليين بتقرير المصير من خلال الاستفتاء على انضمامهم لروسيا. وفي هذا الإطار اتهم ستريموسوف الأمم المتحدة بعدم الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بشأن وقف النزاعات، مشيرا إلى أن دورها الآن يقتصر على الإطار النظري فقط دون خطوات عملية ملموسة. أكدت الأمم المتحدة أن حجم ما تم تصديره من الحبوب والمواد الغذائية من موانئ الأوكرانية ضمن مبادرة حبوب البحر الأسود التي تشرف عليها المنظمة قد بلغ أكثر من 625 ألف طن متري. وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش المشتركة ستقوم بإجراء عمليات التفتيش على 3 سفن قادمة إضافة إلى 5 سفن خارجية، وذلك بعد أن كانت الفرق قد أنهت عمليات التفتيش على 6 سفن منها 4 سفن واردة، إضافة إلى 2 متجهتين إلى الخارج وتم تخليصهم جميعا للإبحار. دعت كييف الأوروبيين إلى حظر دخول السياح الروس بسياق العقوبات المفروضة على موسكو إثر العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. هذا وستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية التكتل في نهاية أغسطس في براغ. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5,619,000 لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي. وأضافت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 26,000 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 27,100 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 73 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.